من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم وذلك هو الفوز العظيم. ثم تاب عليهم ليتوبوا. لا إله إلا الله. ثم تاب عليهم ليتوبوا. ثم تاب عليهم ليتوبوا. الفضل تقدم بالتوبة إليك. تاب عليك قبل. تاب عليك علشان تيجي تتوب أصلاً. سمح لك بالحياة، سمح لك بالمتعة. بص اسمع، متاع الحياة خلاص، وما عند الله خير أبقى. أنا معك، متاع جملة لوحدها، متاع متاع عبارة عن هاشتين لا ثالث له. متاع يا تشيلي يا تستخدمي، أي تستمتع بوجوده. أداة لا تشيليها لا تستخدميها، فهذا رزقك خلاص. تبي تستمتع بيه ولا بس هو كده يعني تشيلي تشيلي تخزن 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 خلاص. هذا رزقك ما حقك. جاء يقول لك وأنفقوا مما رزقناكم من الطيبات، تمام. كل اللي انت شايفاته ده رزقك خلاص، ما هو حقك، لازم تنفقي. يبقى استمتعي فيه، ترى رائع. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. إن الله لا يضيع أجر المحسنين. هاي أهل المدينة. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون، تمام. صلي على رسول الله. الجملة دي إيش تقول لك؟ كتب لهم خلاص، مكتوب إنه يحصل كده، تمام، علشان في الآخر تعرفي القصة إنه اتكتبت وخلصت من زمان عبال ما جاتك، كنت فيكون حقتك دي خلصت من زمان عبال ما جاتك. الدائرة لازم تكتمل خلاص، الدائرة مفتوحة تسرب كهرباء. تصلي على رسول الله. أيوة. كتب لهم ليجزيهم. هو في الأول قال لك تاب عليهم ليتوبوا. فعل النعمة على قيد الحياة بحد ذاتها هو تقديم النعمة منه إليك، إنه أصلا اداك الحياة، تمام، استفتاحية كده خلاص. يبقى اتكتب إنه ديك الحياة عشان تسوي الحاجة اللي هو اداك الحياة تسويها علشانها خلاص. اي مجهود بيحصل لحد ما تسوي الحاجة اللي هو مطلوبة منك، ها
هذه بتاخدي عليه أجر، تمام؟ في النهاية بعد القصة دي كلها ما تخلص، تمام؟ يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يولونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. أما الذين يلطف، وأنا من قاعد أتكلم والله العظيم، الوضع هذا. وأما الذين في قلوبهم مرض، يا لطيف، يعني صوتها في إذني يوجع لقلبي، أسلوب إنه مرض القلوب ده، هذا أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يعني هذا عدم انتقام الجبار لعدم شكر النعمة. تمام كده، انه يا لطيف يصير في قلوبهم مرض. قلوبهم هنا الجمع ثلاثة او اكثر، نساء ورجال. قبل البلوغ. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. قلبي ينضف. ينضف صحيح، بعدين قابل وجه الله مكلف بالنظافة انه يذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهر ويتطهر. الرجس فلا تدعو مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. المتحدث، أيوة، في متحدث وفي متحدث إليه. Quoting from the book، فاهمة كيف؟ الحديث موجه لسيدي محمد، خلاص؟ فلا تدعو مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين، خلاص؟ وقال له يقول كده، تمام؟ لكن عامة يعني القول موجه إليه، صح؟ تمام، عساس يقوله. فهنا جاء للكتلة هذه على قيد الحياة، تتحرك بالطاقة اللي جاتها، حركتها بتعمل فيها كده، خلاص؟ جاها quoting from a book، واحد قال لواحد روح قول كده. فلا تدعو مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين، خلص؟ وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. خلاص أوريدي اتبعوك وأوريدي مؤمنين، خلاص؟ يبقى خليك كده حبوك، اخفض جناحك، يعني كده تجيبهم كده فين الحضنة وتاخدهم في حضنك. فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. خلاص القصة بقى، القصة هل أنبئكم على من
تنزل الشياطين، على من تنزل الشياطين؟ تمام، يعني ما واضح الجملة صحيح؟ تنزل على كل أفاك أثيم. يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف. يلقون السمع وأكثرهم كاذبون، يعني يجيهم الصوت في سمع. الحمد لله، خلاص يكون رامي ودن سمع الحقيقة خلاص. وأكثرهم كاذبون، الحقيقة اللي سمعها اللي جاته صوت جاء كده بدون إرادته. ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون، وأنهم يقولون ما لا يفعلون، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا. عبادي لقد حرمت الظلم على نفسي، جعلته بينكم محرما، لا تظالموا. خلاص، أيوه، أولها حياتي ظلم الإنسان لنفسه. هاي هاي هاي، تمام. يبقى آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا. الانتصار مو انه ايش تجيب اجل قدامك، لا، انك تقولي له كفاية كده اللي انت بتسوي فيه ده ظلم، حدك هنا. هذه اسمها يعني مد الذراع، هذا مجال الطاقة صح؟ الكتلة هي على قيد الحياة وسط مشهد دائري، مجالها اللي ما حد يتعداه إلا باستئذان. مد الذراع في جميع الاتجاهات فوق وتحت إلى ما لا نهاية، مجال استئذان الأول، استئذان الأول، استئذان الأول، غير كده سيف الحياء، وما أخذ بسيف الحياء حرام. فالناس عاد راضية على نفسها الحرام، ده مو شغلي. لكن أول ما تقولي كده إنه اللي بيحصل ده حرام وما أرضى على نفسي، يعني بليز إني أقبل على نفسي الحرام، في هذه في حد ذاتها انتصار. خلاص، وسيعلم الذين ظلموا، سيعلم ربنا يعني ايش حيوريهم اي منقلب ينقلبون. هي دي القصة، ولا يحق لا يحق لا يأكل لنا سواسية. خلاص، الطفل بيولد يعني على احسن تقويم، خلاص جاي معاه رزقه، اي حاجه تدخل الجيب هذا رزق الطفل اللي جاء، على اساس الرعايه والحمايه وذكر الله ومحبه الله ومحبه الرسول. وبعدين لما يبلغ ياهو هذه فلوسكم خدوها ولا شوفوا ايش تبغوا تسووا. ايوه، لكن الاماره على الطفل، العنف على الطفل، ما نسمع الطفل، منا شايفين حركته، منا عارفين ومنا حاسين به، هو بيتحرك قدامه بيقول كلام بيعمل حاجات، منا ما نبغى. لا لا لا، هش لا تها لا ت لا مدري وش وش وش، ايش الايتام احيدوا ياخذوا حقهم. الحمد لله، اللي في يوم معلوم، لانه كده يقول لك هي اذا الموءوده سئلت تأنيث، موءوده تأنيث سئلت، ده يومئذ كلنا كده حنتجاب، كل موءوده فينا حتنسأل باي ذنب قتلت، وهل لما قتلت تعرفت تجيب حقها، كيف تجيب حقها وهي ميتة؟ لا إله إلا الله، لما طويلة عريضة علشان لا تموت يدك على حاجة ما يحقها.
عند الإشارة تكون الساعة 7:17 دقيقة السبت 23 مارس 16 رجب. هذا يوم آخر من بعد رسول الله.